مرحبا بكم، جئتم بهذه
وبهذا الزحف العظيم بالرغم من الحواجز والجدر المحيطة بالقدس ومنع الكثيرين من دخولها، جئتم لتعلنوا للعالم أجمع وتؤكدوا له بأن القدس قدسنا وأن الأقصى أقصانا وهما في القلوب والأرواح وهما جزء من عقيدتنا، لن نتخلى عنهما ولن نفرط فيهما ما دام فينا علم ينبض أو يتحرك. وهذا قرار رب العالمين مدون في الكتاب الذي أنزل في شهر رمضان المبارك. فحياكم الله جميعا، وتقبل الله طاعتكم وأعمالكم، وغفر ذنوبكم، وأعانكم على صيام بقية هذا الشهر المبارك، وجزاكم كل خير على شدكم الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك متحملين المشاق والمصاعب، فهنيئا لكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، هذه أيام شهركم الفضيل تتناقص شاهدة بما عملتم وحافظة لما أودعتم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا هو شهركم وهذه هي نهاياته. كم من مستقبل له لم يستكمل، وكم من مؤمل بعود إليه لم يدرك. هلا تأملتم من أجل وسيرة؟ وهلا تبينتم خداع الأمل وغرورة؟ يا مؤمنون، إن كان في النفوس زاجر وإن كان في القلوب واعظ، فقد بقيت من أيامه بقية، إنها عشره الأخيرة التي كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يحتفي بها ويحييها بجد ونشاط. فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وجد وشد المئزر، هجر فراشه، أيقظ أهله، يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ يطرق الباب وهو يتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها الصائمون، تعرفوا على شرف زمانكم وقدموا لأنفسكم، لا تضيعوا فرصة في غير قربة وطاعة. فإحسان الظن ليس بالتمني، ولكن إحسان الظن بحسن العمل. والرجاء في الرحمة مع المعصية نوع من الحب والخذلان. والخوف ليس بالبكاء ومسح الدموع، ولكن الخوف من الله تعالى يكون بترك المعاصي والآثام والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمواظبة على الطاعات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس قيام، وبر الوالدين والإحسان إليهما، وإخراج زكاة أموالكم وصيامكم، ورد المظالم والحقوق إلى أصحابها،
واعلموا يا مؤمنون بأن صلة الأرحام من أقرب القربات إلى الله تعالى، دعا إليها القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ووردت أحاديث كثيرة فيها الأمر بصلة الأرحام وبيان ثواب الواصل والنهي عن قطيعتها وبيان عقوبة القاطع منها. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا مؤمنون، إن صلة الرحم سبب لصلة الله بالواصل، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بكلمة قطيعة. قال: نعم. أما قضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك أيها المؤمنون أوقاتكم فاضلة تشغل بالدعاء والاعتكاف في المساجد، وفي مقدمتها الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وتستغل فيها فرص الخير وأعمال البر والتقوى. وإن أعظم ما يرجى فيها ويتحرى ليلة القدر. وما أدراكم ما ليلة القدر؟ من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها ليلة تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة خفي تعيينها اختبارا وابتلاء، ليظهر العاملون الذين يحرصون على إحيائها بالعبادة والطاعة، فمن حرص على شيء جد في فرده وسهل عليه ما يلقاه من تعب ومشقة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في المتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله رحمكم الله، واعملوا وجدوا وأبشروا وأحسنوا الظن بالله تعالى بعمل الصالحات وترك المحرمات. وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام والاستغفار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويا
فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله عظم شأنه ودام سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وجزيل إحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، به على منار الإسلام وارتفع بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الصائمون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ليكون الله تعالى معكم بتأييده ونصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيامكم هذه أعظم الأيام فضلا وأكثرها أجرا، تصبو فيها حلاوة المناجاة وتسكب فيها العبرات. كم لله فيها من عتيق من النار، وكم فيها من منقطع قد أوصلته توبته النصوح إلى بر الأمان. أيها المؤمنون، أيها المرابطون، كما تعلمون وكما تشاهدون، فقد عم البلاء واستفحل الداء وعز الدواء وسالت منا الدماء ودمرت البلاد وهدمت البيوت والمساجد، وهام الكثير من أهلنا وإخواننا على وجوههم في شتى البقاع طالبين الأمن والأمان، وتفرق العباد فكانوا فرقا وشيعا، واتخذ بعضنا مع الأسف ومع الألم من أعداء الله والإسلام حلفاء وأولياء، ممن يقومون بنهب الثروات والخيرات وسفك الدماء في كل مكان، وممن يناصرون من يدنس مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومهبط الأنبياء والمرسلين، وهم لا غيرهم من يؤجل نيران الفتنة بين أبناء الدين الواحد والقبلة الواحدة بين العرب والمسلمين. فاللهم اهد من ضل من أبنائنا وإخواننا وشعوبنا وولاة أمورنا سبل الرشاد، وأرجعهم إلى دينك الحنين وطريقك المستقيم. اللهم يسر لهذه الأمة من يعيد عزها ومجدها، ويرفع عنها الضيم والهوان، ويحقن دماءها، وينصرها على أعدائها، ويرفع الحصار عنها يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا، وأطلق سراح أسرانا ومعتقلينا، ليعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين، فهم تاج عزنا ورمز كرامتنا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء، واجعل مدينة القدس مكان أمن وسلام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المرابطون، تيقنوا بأن الفجر آت لا محالة، مهما طغى المستبدون وأوغل في الظلم والطغيان المتجبرون، ولا بد أن تشرق الشمس من جديد، وهذا وعد الله
وهذا وعد الله ولم يخلف الله وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، كان حقا علينا نصر المؤمنين بالرغم من الأسى والألم والحصار والاعتداء على المقدسات والإنسان والشجر والحجر. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله.